اسمي دكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة الأطباء القاهرة وعضو اللجنة العليا للإطراف. النهاردة عندنا مؤتمر صحفي عشان نعلن نتائج العملية لأول يوم إضراب الأطباء. النهاردة 8 مارس هو إضراب جزء مفتوح، معنى كده إن هو لن يتضمن الخدمات الطارئة أو العاجلة زي الطوارئ، زي الحضانات، زي الرعاية المركزة، زي غسيل الكلى، زي العمليات الطوارئ، حاجات زي كده. كل الحاجات دي شغاله عادي، المتوقف اللي هي العيادات الخارجيه والحالات او العمليات غير العاجله. احنا عندنا ثلاث مطالب بنطالب بيهم. اول مطلب اللي هو زياده ميزانيه وزاره الصحه لنسب تقترب من النسب العالميه. في العالم كله النسب حوالي 15%، في مصر النسبه 4.5%، ودي نسبه متدنيه جدا لا تسمح بتقديم الخدمه المناسبه. دي اول حاجه. ثاني حاجه ان احنا عندنا طلب او مطالبه بتعديل اجور او تحسين اجور العاملين في المهنة الطبية، حيث أنها تكون أول خطوة لتحسين المنظومة كلها. لأن مهما حسنت في مباني ومستشفيات بدون أن أنت تلتفت للعامل البشري، عمره ما هيحصل تحسين حاليا. الحاجة الثالثة أن احنا بنطالب بتأمين المستشفيات ضد أي اعتداءات. طبعا في ظل الفلات الامني اللي احنا شايفينه، وان الشرطه ما بتقومش بالادوار اللي المفروض تقوم بيها، في اعتداءات شديده على المستشفيات، في اطباء وممرضين تم الاعتداء عليهم وتمت اصابتهم نتيجه القيام بعملهم. فلازم يكون في قانون يغلظ العقوبه على الاعتداء على المستشفيات، وتامين فعلي من قوات شرطه، من قوات جيش اذا كانت الشرطه تقدر للمستشفيات. لان الإضراب مفتوح، الإضراب مفتوح مستمر لغاية تنفيذ المطالب. عندنا جمعية عمومية يوم 28 مارس. الجمعية العمومية دي هتقرر احنا هنعمل ايه من ناحية التصعيد لو ما تمش الاستجابة المطالب. كان في اي استجابة من الدولة ولو جزئية لبعض المطالب؟ في دعوة احناها من الاربع من الدكتور عادل عدوي وزير الصحه الجديد، ورحنا كوفد من لجان الاضراب، رحنا قعدنا معاه. طبعا كانت قاعده بروتوكوليه شويه، يمكن هو يعني كان بيحاول يعرف ايه مطالبنا. احنا بلغناه ان احنا رافضين كل النقابات رافضه رفض تام قانون الحوافز اللي كانت وضعته الدكتوره مهرة بط، وان احنا بنطالب بالكادر المهني الاصلي اللي كانت اقرته جمعيه العموميه. دي اول حاجه. ثانيا كنا بنطالب بعدم اصدار تعليمات واضحه لمديرين المستشفيات ومديري الادارات بعدم حدوث اي تعسف اداري ضدهم. ده وعد ان هو فعلا مش هيحصل اي تعسف، وان لو حصل اي تعسف هو هيحقق في الشكوى بنفسه وهيعاقب اي مسؤول يقوم بالتعسف. في برضو ان شاء الله في هيتم تشكيل لجنه بالتفاوض من قبل اداره الاضراب، هي تشكلت فعلا، ومن قبل الوزاره بتضم ناس ليهم الصلاحيه اتخاذ او اقرار بنود في ميزانيه الصحه لصالح تحسين هيكل. طب شايفين تحركات الدوله يعني مجرد هدفها المواطله ولا هدفها الحل الصريح؟ صعب تحكم الصراحه، لان الوزاره ما لهاش كام يوم، الوزير لسه ما عادش على الكرسي، كل الدنيا صعب تحدد. الايام بس هي اللي هتحدد كنا فعلا اذا كانوا هيمطلوا زي اللي قبلهم، ولا فعلا هم حريصين على صحه المواطن وعلى تحقيق المطالب العادله، وعلى زي ما هم قالوا في الدستور وقبل كده قالوا مطلب العداله الاجتماعيه اللي احنا شايفينه، يعني بيتم الخسف بيه في الارض، يعني في كل حاجه. المشير السيسي اول امبارح بيطالب الاطباء اللي مرتباتهم 600-700 جنيه ان هم يضحوا عشان خاطر مصر بمرتباتهم، وفي نفس الوقت سايب ضباط الشرطه وضباط الجيش اللي اقل مرتب فيهم 6-7000 جنيه، سايب المستشارين في الدوله، سايب المسؤولين، سايب رجال الاعمال اللي بيمصوا دمنا عن طريق دعم الطاقه او عن طريق ان هم بيدفعوا ضرائب او حتى بيتهربوا من دفع الضرائب. دول اللي المفروض يتوجه لهم بالخطاب ويقول لهم ان هم لازم يضحوا عشان خاطر مصر،
واللي ما يضحيش لازم يكون في اليات واضحه ان الدوله تاخد حقوقها من الناس. التنسيق مستمر بين القطاعات المختلفه اسنان وبيطري و... طبعا احنا عندنا اول مره النهارده بيكون في اوضه عمليات مشتركه ما بين اطباء الاسنان واطباء بشري وصيادله. في تنسيق جامد كامل ما بين لجان الاضراب في الثلاث نقابات بيحدث لاول مره. في انضمام النهارده لنقابه الاطباء البيطريين للاضراب. في كمان برضو روابط للتمريض ابتدت تنضم للاضراب. اعتقد ان احنا وضعنا كويس وان شاء الله ربنا يسهل ونكمل عشان مش عشان الاجور بس، لا عشان صحه المصريين.